وهلا الدور لمين يا شباب؟ أنا أستاذ. تفضل تفضل يا رائد، وسمعنا قبل ما يرن الجرس. تفضل. فتح رأفت عينيه في الصباح التالي ليرى طفلين يحدقان به. صبي وفتاة ينظران إليه في صمت. فحدق إدوارد، فحدق رأفت فيهما بدوره، واستقبلته والدتهما بترحاب، ولاحظت ملابسه واتساخ وجهه، وأخبرهما طفلها أنه ملك إنجلترا القادم. راقبته وهو يجلس على المائدة ويأكل سلطانية من طحين الشوفان. تواجدك معنا على مائدتنا. مش بطال، القصة حلوة. شكرا شكرا يا أستاذ. تفضل محلك أستاذ. تفضل يا زيد. بس هاي قصة من مجموعة قصصية لمارك توين. أنت متأكد؟ متأكد 100%. أنا قرأها. بسيطة، نتقابل بكرة يا رائد. رائد، رائد لا رائد، رائد أنا بخاف منها. رائد رائد أنا بخاف منها، لا رائد. بليز لا لا شك. تعرف إنك في الخاف. عشان هيك أنا سرقتها من المختبر. وعشان هيك أنا بدي أفهم أنت شو دخلك. إحنا كلنا حلينا وكلنا كتبنا. أنت ليش أنت تغش؟ عشان أنا بدي أغش. وأنت ليش تتعب حالك؟ ها؟ ليش تتعب؟ لا رجل. ثاني مرة غش زي رجل. طيب غش رجل. غش غش زي اسمع ولا إذا ثاني مرة بلمحك بدعس في وجهك، فاهم؟ هذا انت جد طلعت كخ. الباب زيد، ماما رد علي. زيد هلأ بيجي. بس اسمع زيد، هلأ بس يجي ما تفاجأ كثير من وجهه، مدرب بس ما ماله إشي. ماما بتعمل لك كيك، هلأ بدي أفوت أساعدها. كيفك؟ أنت اللي كيفك؟ منيح، بهدلني هالمجنون. طب انت منيح يعني؟ كلها يومين زمن وبداون. ما حكى لك ليه؟ ولا كلمة. اول ما شافني هجم علي وضربني زي المجنون. ما بتصور اصلا انه كان بوعيه او كان عارف انه انا.
هلا شو؟ ما بعرف. اهلنا انجنوا، صار بدهم يقولون مدارس ثانيه. قول ابوي هدي شوي، بس امي كان راح يغمى عليها اول ما شافتني. ما علينا، انت كيفك؟ انا منيح عادي. تعالي يا دينا، الأستاذ بده يسألك عن هذا اللي اسمه رائد. أهلين زيد، تفضل. كيف فادي؟ شو صار معه؟ منيح منيح، بكرة رح يداوم. طيب الحمد لله. بدك إشي؟ احكي. أستاذ رائد شو صار معه؟ يعني المدرسة ما بدهم إياه وراح يطلعوه، وحسب قرار أهل فادي، بس ممكن ينحبس. بستاهل. بيجوز، بس مش حاسك قصدها. إيش في زيد؟ أستاذ بدي أحكي لك إشي، بس وعدني ما تحكي لحدا. ايش فيه؟ وعد احكي. استاذ انا اللي كنت احكي مع رائد على اساس انه انا بنت. ايش في دينا؟ شو صاير؟ آسفة ماما، كان لازم أحكي لك. تحكي لي إيش؟ شو في؟ مدام اتفضلي، أنا بفهمك. داخل راسي ليه؟ ما كان قصدي كل اللي صار يصير. كان كل اللي بدي اياه يحس باللي بسويه فينا واللي سواه فيي، والله العظيم. وهلا ايش اللي غير لك رايك؟ دخلوا كثير ناس بالقصه ما لهم دخل. بالاول دينا وهسه فادي ورائد. ماله؟ مش حزنان عليه؟ لا مش حزنان عليه، ما بعرف. انت بتعرف شو ممكن يصير فيه اذا بروح السجن؟ ممكن طول عمره ما يطلع من هاي القصة. هذا اذا ابوه خلاه يرجع على المدرسة. اسمع يا زيد، بعرف ان لساتك صغير ويمكن ما تفهم الحكي اللي راح احكيه. على العموم في كبار ما بفهموا الحكي اللي راح احكيه هلا. كل الناس عندها مصايب ومشاكل، الغني الفقير القوي الضعيف، مش عم ببرر له انا. بس رائد عنده مصايب مع ابوه، وبعرف هذا مش مبرر بالنسبة لك، خاصة أنه أبوك متوفي وما عم ببرر له. بس مش دايماً ظلم الظالم عدل، فاهم علي؟ أنا رح أعطيك فرصة لبكرة لتحل الموضوع، بعد هيك رح أضطر أتدخل. أنا هون عشان أساعدك. طيب؟ جد بتحكي؟ نعم، وإيجوا سألوا عنها. طب هي شو دخلها؟ هو اللي وقفها بالشارع. هي بتقول إنها ما بتعرفه. لما وقف له فادي أخو هنا، رائد ضربه بالمدرسة ودوه على الطوارئ، وهلأ أهل هنا وفادي بدهم يحبسوه، وشكله فادي قايلهم شو القصة. طب وهلأ شو رح يصير؟ صراحة أنا ما بعرف وما بفهم في هاي الأمور، بس أظن رح يطلبوها للشهادة. مدام احكي معها،
افهمي شو صاير. الموضوع بطل مزح، صار فيه شرطة ومحاكم. دينا؟ بدي أسألك على فادي أخو هنا. وليش حضرتك مهتمة بهنا وأخوها؟ أنا؟ لا أبداً، بس عم بسأل. شوفي سميرة، إذا جاي عشان تعرف إذا جبت سيرتك أو لا فما تخافي، سيرتك ما انجابت لسه. وليه لا تجيبي سيرتي؟ أنا ما إلي دخل بي ولا إشي، لا موضوع الشاب ولا حتى الإشاعات. لا حكيتي إلك دخل. أنا متأكدة إنه أنت اللي حكيتي له عني، زي ما أنا متأكدة إنه أنت طلعتي إشاعة إني بحكي مع واحد وبكتب عنه على الفيسبوك. لا، لو سمحتي لا تحكي هيك. بتحبي تعرف مين اللي بكتب عنه سميرة؟ بتحبوا تعرفوا كلكم؟ وأنا شو دخلني؟ أبوي، عم بكتب عن أبوي. أبوي مش ميت وأنا مش يتيمة. أبوي عايش برا، تركنا من سنة وما بعرف عنه ولا أي إشي. لما سألتوني وينه قلت لكم مش موجود. كلكم فكرتوا مات، وأنا ما صلحت. كذبت، كذبت وقلت لكم انه ميت. ارتحتي هيك؟ ارتحتي سميرة؟ ارتحتوا كلكم؟ طمني شو صار. شو صار؟ جيبي لي كاسة مي. صح، رحت على المحامي هذا بعد ما دفعت له دفعة، حكى وحكى وحكى. طيب شو طيب؟ لازم نشوف أهل الولد وإلا ابنك بنحبس. هذا إذا ما صارش فيها عطوات وجهات وبوس إيدين وبوس رجلين وغيره وغيره عشان ينبسط التافه. طب أنت بس روح مشان الله، بس احكي لي إيش صار بالضبط، فهمني. يا بنت الحلال فاكريني بمزح؟ ابنك رح يدخل الإصلاحية، يعني لا مستقبل ولا مدرسي. يا مصيبتي ألو مرحبا، كيفك خالته؟ أنا أم هلدينا، آسفة أني برن عليك بوقت متأخر، بس بدي أسألك عن إشي. بالنسبة لموضوع هذا الشاب، بتعرفي عنه إشي؟ لأنه دينا من أول ما روحت وهي ساكتة وأنا قلقانة عليها، مش حابة أضايقها بزيادة. لا يا خالته ما في إشي، لا ولد ولا إشي. طيب يعني بلكي هذا الشاب هي بتعرفه، حدا معرفها عليه، بتقابله أو أي إشي زي هيك؟ لا خالته أنا متأكدة ما في. طيب حبيبتي إذا بتعرف أي إشي احكوا لي، يعني اعتبروني صاحبتكم، الجأوا لي بأي إشي بدكم إياه. طبعا خالته. كيف هدينا؟ حاولت أحكي معها اليوم ما ردت. دينا من أول ما روحت وهي مسكرة على حالها الباب. جربي رني لها كمان مرة، بلكي بترد عليكي.
بتعمل عند الباب؟ ولا اشي. ابوك معصب. هو دائما معصب. يا امي يا حبيبي، هاي المرة انت غلطت كتير ولازم تعتذر له. اعتذر له؟ الله يرضى عليك. اعتذر له قبل الضرب ولا بعده؟ أخا هالمرة ما راح اوسخ ايدي فيك. تركينا حل. تركينا. اسمع، تنطرد، تنحبس، تموت، ما راح تفرق معي. بس اسمع كلمة واحدة علي. خليك زلمي مرة واحدة ولا تحرجني انا وامك هيك. واذا بسمع انه في اشي مش حكي لي اياه راح امزعك. جربني يا رائد وشوف. في اشي؟ في عندها فيديو.